استاذ امراض القلب بكل الطب بجامعه بنها وعضو مجلس اداره جمعيه القلب المصريه. اهلا بحضرتك دكتور. كنا عايزين نعرف what do you think about cardio alex this year. كارديو اليكس علامه من علامات امراض القلب يعني القيمه في مصر هي وزاره الترتيب في المقدمه، مش بس السنه دي لا ده منذ سابق عهده يعني، والحقيقه هو من سنه لسنه بيثبت جدارته كمؤتمر من اكبر مؤتمرات القلب على مستوى مصر في مجال طب القلب وكل ما يخصه، وبالعكس اصبح يعني تطوره يصل الى العالميه على مستوى الوطن العربي بل وعلى مستوى العالم، يعني يدارى ونتباهى به على مستوى العالم. دكتور كنا عايزين نعرف ايه هي عوامل الخطوره الاوليه لمنع الاصابه بامراض القلب والشرايين؟ الحقيقه دي جزئيه مهمه جدا يجب انها تكون في الحسابات في الفتره الاخرانيه، لان عملا بمبدا الوقايه خير من العلاج، لو جينا ندرس ونشوف عوامل الخطوره اللي هي بتتمثل او عوامل الخطوره الاوليه على وجه التحديد بتتمثل في صوره ارتفاع ضغط الدم، الاصابه بمرض السكر بمختلف مستوياته، وارتفاع نسبه الكوليسترول بالدم. الثلاثه دول الحقيقه بيمثلوا حجر زاويه مهم جدا في كيفيه التحكم من خلال عناصر مهمه قوي لمنع الاصابه بامراض القلب وشرايين القلب. الحقيقه هي لما بتحصل الاصابات دي بتاخد جهد كبير جدا، ويبقى بقدر الامكان يعني تحسين الامر او التعامل معاه بصور طبيه بيبقى وصولا الى نتائج قد لا تكون 100%، لكن الوقايه من هذه المشاكل يمنع بطرق كبيره وبعدد كبير قوي الحقيقه ان احنا نوصل مع المريض لمراحل لا نحب ان نصل اليها من مشاكل امراض القلب وشرايين. نيجي في الجزئيه الاولانيه من الثلاثه الحقيقه اللي هو السكر وكيفيه التحكم فيه او التحكم في مستوى السكر في الدم لما بيكون مرتفع. الحقيقه كل ما تحكمنا في نسبه السكر في الدم بالنسبه للمريض وسيطرنا عليها حسب الارشادات العالميه، كل ما كان في اعفاء من الدخول في مشاكل مختلفه في المستوى بالنسبه للعيان ده، كذلك بالنسبه للضغط، كذلك بالنسبه لنسبه الكوليسترول. الحقيقه بالنسبه للسكر ثبت من خلال دراسات قويه ويعني محدده بعد جهد جهيد الحقيقه ان النسبه بتاعت الهيموجلوبين السكري التراكمي يفضل انها ما تكونش اقل من 6.5 لغايه 7، يعني ديت النسبه اللي نحب المريض يبقى عندها، لان ثبت من خلال النسب العاليه للسكر وعدم السيطره عليه ان ده بيؤدي الى مشاكل بالنسبه للعيان ومشاكل في الشرايين ومشاكل مصاحبه كثيره جدا تؤدي في النهايه الى اصابه في الجهاز الدوري والقلب بمشاكل عديده. ومن خلال التجارب العلميه والدراسات العلميه ثبت ايضا ان نزول السكر زياده عن اللزوم لا يفيد بل يضر ويؤدي الى حالات وفاه كثيره، ولذلك النسبه المرجو ان احنا نتمناها لمريض السكر اللي السكري او التراكمي من 6.5 إلى 7 وليس اقل. كذلك بالنسبه للكوليسترول الحقيقه ونسب الارتفاع بتاعته وجد بمختلف دراسات وارشادات عالميه الحقيقه وصلنا الى محصله ان احنا يجب ان نسب الكوليسترول صفه متدرجه بالنسبه للحالات البسيطه والمتوسطه والشديده ان تكون في اطار معين من الارقام المتفق عليه، وهذا معروف في الارشادات العالميه الطبيه. لكن هنركز او نعمل فوكس شويه على الناس اللي هم الهاي ريسك جروب او الناس اللي هم ذوي معدل الخطوره العالي. الناس دول الحقيقه لازم الجزئيه بتاعت الكوليسترول منخفض الكثافه او الكوليسترول لازم ينزل بالارقام دي الى مستويات 70 او اقل لا تقل عن 55، ودي برضو المستويات اللي وجد اللي فيها فايده كبيره جدا للمرضى دول عشان نعافيهم ونحميهم من الدخول في مشاكل كبيره بالنسبه لقلبهم وشرايينهم. نيجي للنقطة المهمة الثالثة اللي هي الضغط الدم المنخفض في المرضى دول، وإن السيطرة عليها برضه جزء من منظومة الحفاظ على عيانهم عشان ما تدخلش في دايرة الإصابة بمشاكل شرايين القلب والقلب ذات نفسه. الحقيقة إن الضغط المرتفع لابد من ترويضه والسيطرة عليه وعلاجه بصورة لا يزيد عن 140-90 كما ذكر في
تأثير من الإرشادات العالمية السابقة GNC8، ولكن المنظومة الأخرانية أو الإرشادات الأخيرة بتاع الأمريكان جايدلاينز أو الإرشادات الطبية العالمية الأمريكية هي نزلت بالضغط إلى 120 على 80، وإحنا يعني شايفين النسبة دي مبالغ فيها شوية، خاصة إن صاحبها يعني نوع من بعض المضاعفات من نزول الضغط زيادة عن اللزوم. فنعتقد إن الآراء كلها تتجه إلى وسطية الأمر بالنسبة للضغط، بنسبة 130 على 80 بالذات في الناس اللي عندهم سكر بقى ولا، وإن إنحاء هذه النسب أثبتت إعفاء كثير من المرضى من الدخول في مشاكل مزمنة ومشاكل قد تؤدي إلى يعني تدخلات كبيرة في الحياة. المرضى اللي من ناحية شرايين قلبهم وأمراض قلبهم، وإن الإعفاء كبير بنسبة كبيرة جدا مفرحة الحقيقة لما بيكون في سيطرة على ضغط المريض في الإطارات اللي إحنا قلنا 130-80، والحقيقة بالنسبة للسكر وترويضه وضبط الهيموجلوبين السكري بالنسبة للمرضى دول 6.5-7 كأرقام، وكذلك بالنسبة للكوليسترول في خاصة المرضى ذوي الخطورة اللي ننزل بالأرقام بتاعتهم إلى الكوليسترول المنخفض الكثافة إلى أقل من 70. دكتور احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهارده في كاردياليكس.